قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل. قصر الآمال في الدنيا، هو الآن يقول لك إن هذه الأدواء كلها، هذه العلل كلها التي نصحتك إلى تركها واجتنابها والابتعاد عنها، سبب ذلك كله هو طول الأمل، هو حب الدنيا، هو عدم الاستعداد للموت. إن قصرت الأمل أسقطت عنك كلفة كثيرة. قصر الأمل في الدنيا تفوز، فدليل العقل تقصير الأمل. لكن هيهات هيهات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. شيخ هو شيخ كبير قوقف ظهره وتدلح جباهه فوق عينيه وكل شيء منه يرتعش، وإذا أراد أن يحرك عضوا من أعضائه كأنه ينشره من الموت، ومع ذلك يقول لك إذا أتيته فخاطبته شيء يقول لك الأسبوع الجاي. أسبوع أنت عشر دقائق يمكن لا تعيشها. أي أسبوع؟ طول الأمل، طول الأمل، سبحان الله العظيم.